قناة مغطاة أو على شكل أنفاق تحت الأرض، ومن ثم تظهر على سطح الأرض كقناة مفتوحة ومن ثم إلى الاستهلاك. أول ما تصل المياه إلى سطح الأرض هي النقطة التي يؤخذ منها المياه للاستخدام المنزلي، ومن ثم للاستحمام والصلاة والوضوء، ومن ثم إلى الزراعة. وحتى وتلاحظوا في الزراعة أن الزراعات المستديمة تكون في بداية في منطقة بداية منطقة الزراعية، والمحاصيل الموسمية تكون في آخر المنطقة. فطبعا الزراعة المستديمة تكون متناسبة مع كمية المياه التي تأتي في مناطق الجفاف، أقل ما يصل من المياه يغطي الزراعات المستديمة. أما المحاصيل الموسمية تتوسع مع زيادة تدفق الفلج مع الوقت أو مع الموسم المطير أو الموسم الجاف. وهذا شكل آخر من أشكال المدن التي يغذيها أكثر من فلك، تلاحظ أكثر من مسار للقنوات المائية. هذا النوع الذي يسمى الفلك داودي هو عبارة عن نفق يمتد من الأرض الزراعية إلى باطن الأرض إلى مستوى المياه الجوفية، والخطوط العمودية هي عبارة عن الفتحات التهوية وفتحات التي تساعد مشغلي الأفلاج عن النزول والصعود وتنظيف الفلج. هذا نوع الآخر هو العيني أو الينابيع الطبيعية، وهي عدة أنواع، منها مياه حارة، مياه باردة، مياه قلوية. هذا العين تسمى عين الكسفة، وهي حارة تصل درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية، ومصدرها مياه جوفية عميقة. وطبعا تنتقل بنفس الطريقة بقنوات مفتوحة إلى المناطق الزراعية. هذا النوع الثالث اللي هو الأفلاج الغايلية، هو عبارة عن تحويل المياه السطحية من مجاري الأودية إلى قنوات، ومن ثم نقلها إلى المياه إلى مناطق الاستخدام. الأفلاج يعني هذا عرض لدراسة تمت في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لمعرفة مدى تمسك المجتمع بنظام الأفلاج ومدى استمرارية هذا النظام لآلاف السنين دون أن يندثر أو الناس تتركه، ما زالوا متشبثين فيه. فوجدت جميع أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية مطبقة بطريقة يعني ممارسات حياتية مارسها الناس. بعض الأفلاج عمرها 2500 سنة وما زالت تمد المدن بالمياه وقائمة بنظام متكامل. فطبعا أخشى أني أطيل في الحديث، فالنقاط واضحة يعني فيها نظام إداري، فيها هياكل ومنشآت، فيها نظام قياس كميات المياه، فيها أيضا نظام صيانة وتشغيل، وهذا ساعد على استمرار هذه الأفلاج. الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، المياه يعني تملك من يعني توزع على شكل حصص على منشئي الأفلاج أو على الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الفلج، ومن ثم تتوارث هذه الحصص جيل بعد جيل، تتوزع على الورثة. وأيضا كل من له حصة شريك في أو مشارك في الإدارة والتشغيل والتطوير. في عدالة في توزيع المياه ما بين المنتفعين، سواء ملاك للحصص أو سكان في المجتمع، يعني كل من يسكن في هذه القرية له الحق في الشرب والغسيل وإخماد الحريق وري الحيوانات، وأيضا في العبادات، وأيضا مسؤولية كباقي الناس في حماية هذا المورد. في تعرف المناطق يعني هذه الموارد هي متنازع عليها في الماضي لكونها ذات أهمية في حياة الناس، فالكل يشترك في الدفاع عنها. أيضا هناك نظام مالي، مجموعة من الحصص المائية تباع، وهذه الحصص يعود ريعها لتشغيل وصيانة الأفلاج. وأيضا هناك حق ما يسمى بتريد إيبل ووتر رايت، يعني حق الاتجار والبيع والشراء في الحصص المائية. فأعطت الفلج قيمة أو أعطت الماء قيمة يحسها كل شخص،
وأيضا هناك يعني من ضمن مبادئ الإدارة المتكاملة فصل ملكية الأرض عن ملكية الماء، فممكن للشخص أن يبيع الماء دون الأرض، وممكن يبيع الأرض، وأيضا هناك حق إيجار الماء، وهناك نظام ويقام سنويا أو شهريا أو أسبوعيا نظام أوكشن، يعني منادى على الحصص المائية، وفي مسجل وفي يعني كاتب ومن يثبت الحقوق. فطبعا نظام دقيق جدا يعني جدير بالاهتمام. هذا النوع من نظم الموارد المائية حقيقة يعني فيها كثير من الدروس وممكن حد يستفيد منها. فيها طبعا في الجانب التنظيمي فيها هيكل تنظيمي، فيها وكيل واللي هو ما يسمى بالمدير العام، تقريبا تقول مدير عام، وتحت الوكيل عدة أشخاص، واحد الكاتب الذي مسؤول عن التدوين، تدوين جميع العمليات البيع والشراء والإيجار، وأيضا هناك أشخاص مسؤولين عن إدارة المياه وإيصالها إلى الحقول والمزارع حسب الحصص الخاصة بكل مالك من الملاك. هناك فوق الوكيل مرجع اللي هو الوالي، الشيخ، شيخ البلد، ما يسمى يعني قد يكون عميد القرية أو شيخ القرية أعلى من الشيخ الوالي في حالة حدوث نزاع أو خصامات تتعدى إمكانيات الوكيل في حلها، تصعد إلى أعلى مستوى إلى أن تصل إلى القضاء. نظام دقيق جدا. أيضا ابتكر ملاك الأفلاج وسيلة توزيع المياه على أساس حجم الكمية المياه، إذا كانت كمية المياه كبيرة يوزع بالفترة الزمنية time interval quota or share، وإذا كان كمية المياه قليلة يقسم بالحجم، وهناك عدة وسائل. هذا لقياس الزمن أو لقياس الفترة الزمنية، في النهار يعتمد على ظل الشمس، وقسم اليوم إلى 24 أثر، 12 ساعة من شروق الشمس إلى غروب الشمس، قسمت إلى وحدات زمنية تسمى الأثر. وأيضا في الفترة المسائية في الليل يعتمد على حركة النجوم، ويوجد أيضا عدد من النجوم معروفة بالاسم، معروف أماكن ظهورها وأماكن اختفائها على الأفق، وتقدر الفترة الزمنية بمقدار ارتفاع النجم من الأفق، وعندما يختفي نجم يطلع نجم آخر. وهذا النظام لا خلاف عليه، والكل راضي بهذا النظام، ولذلك في عدالة وفي استمرارية في الانتفاع دون أي إشكاليات. هذه وسيلة من وسائل قياس المياه في المناطق الجبلية، الأفلاج الصغيرة تجمع في أحواض ويوضع عمود، هذا العمود مقسم بعلامات، لكل شخص له يعني حصته حسب العلامة. عندما يصل مستوى المياه إلى هذا المستوى في الليل، يعني في الفترة المسائية يغلق الخزان ويمتلئ، وفي الصباح يفتح، وكل شخص يأخذ حصته إلى أن ينتهي تماما، تفرغ الكمية ويغلق أيضا عند المغرب التي تتجمع فيه الكمية في الفترة المسائية. هذا النظام اللي تكلمت عنه الإدارة، وهذا تقريبا في كل الأفلاج 4112 فلج تملك نفس النظام ونفس التقسيم الإداري. طبعا أيضا هناك جوانب تشريعية، في قوانين وفي أنظمة متعارف عليها متوارثة، وطبعا عززت مؤخرا بقانون الثروة المائية، وأيضا في لائحة تنظيم الأفلاج والآبار، وطبعا عززت الموروث الفكري والحضاري في بيئة الأفلاج، واستمر العمل بنفس حتى بعض الأفلاج يرفض، بعض ملاك الأفلاج يرفض استخدام الساعة، على الرغم من الساعة أسهل وأبسط وسيلة، بس لقناعتهم التامة أن النظام القديم أكثر عدالة، حتى الساعة يشك فيها، يعني ربما يعني يصير في تأخير أو تقديم في الزمن. طبعا الجوانب البيئية موجودة ومراعاة، فحتى قناة الفلج في بعض الأماكن يمنع تسميتها أو
بناءها بالإسمنت حتى لا تتسرب كمية المياه لري الأشجار التي قامت على جنبات القناة المائية. أيضا في بعض الأماكن توجد فتحات مخصصة لشرب الطيور والحيوانات السائبة الموجودة في الطبيعة. جوانب بيئية دقيقة جدا موجودة ومتعارف عليها. أيضا في بيئة الأفلاج يعني يحرم قطع الأشجار الخضراء تماما ومتعارف عليه إلا إذا صار في اتفاق. وهناك كثير من التنظيمات البيئية والتنظيمات يعني الإدارية الجيدة. أيضا النظام الفلكي نفسه يعني يعمل توازن ما بين ارتفاع مناسيب المياه الجوفية ومعدل التصرف أو الجريان. كل ما زاد ارتفاع منسوب المياه الجوفية كل ما زاد الجريان طبيعيا وينخفض مع انخفاض المنسوب دون تأثير على دون ضغط على الخزان الجوفي. أيضا المياه تنساب بشكل طبيعي بدون طاقة بدون استهلاك للديزل أو الملوثات. فطبعا هذا يعني نظام ملائم جدا. وطبعا كل من زار سلطنة ربما اطلع على هذا النظام، والحقيقة يعني جدير بالدراسة وجدير بالاهتمام والبحث. عموما لماذا استمرت الأفلاج؟ يعني لأن أنا في تقديري وتقدير أحد الأخوة الباحثين اللي درس الموضوع أنه تم يعني أو وصل موروث من الأجداد سواء الحصة المائية سواء الهيكل المائي سواء نظام التوزيع أو البيئة نفسها القرية، ومن ثم يعني تولدت الاستدامة. وطبعا الأشخاص أو الأفراد اللي يعيشوا جيل بعد جيل يجد هذا النظام موجود ويحافظ عليه ويسلمه للجيل اللاحق. وطبعا متلائم كما ذكرت مع البيئة ويعني قابل للتطبيق والاستمرار. وبذلك يعني تجد كما ذكرت بعض الأفلاج 2500 سنة عمرها وأكثر. دقيقتين أخ أحمد. إن شاء الله. طبعا لو جلست أشرح عملية دراسة هل توجد عناصر الإدارة المتكاملة في الأفلاج، طبعا العديد منها وجدت وستأخذ وقت طويل وأفضل أني أتعداها. ولكن حقيقة يعني ربما من أراد أن يطلع بشكل أكثر تفصيلا موجود في البرزنتيشن في المحاضرة. أحسن أقف عند هذا لأن لو تكلمت أطول. شكرا جزيلا. شكرا أخ حمد. الموضوع شيق يعني بس لا يعني الوقت لا يسع، فإن شاء الله في المرات القادمة يعني توضح أكثر لنا. يعني الموضوع كان شيق أعتقد. يعني ننتقل إلى المحاضرة الرابعة إخواني، إلى الإخوان في فلسطين، المحاضرة الرابعة والخامسة. المحاضرة الرابعة راح تكون عن نظام الفوترة المحمول ونظام السكادا المعمول بهما. في تعديل. أوكي. ليش؟ اللي بعد. قبله في. آخر شيء نظام الفوترة. سوري. لأن إخوان في كان في بيبر أو البرزنتيشن باسم المهندس شبلاق وهو ما قدر يحضر المؤتمر بسبب مشاكل تعرفوها يعني ما يحتاج نذكرها. فالأخ أكرم نصار راح يلقي علينا محاضرة بعنوان Cost Recovery Principle and Environmental Objectives in Areas of Poor Socioeconomic Conditions. المهندس أكرم نصار مدير عام سلطة مياه ومجاري محافظة بيت لحم فلسطين بفلسطين، تخرج من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في تخصص الهندسة الميكانيكية، وعمل في مجال المياه منذ عام 2003 في مجال Oil and Gas في قطر في الفترة 2004 حتى 2010. ومن بعد ذلك استلم المهندس أكرم إدارة سلطة المياه في بيت لحم في 2012 حتى الآن. تفضل أخ. شكرا على المقدمة. وأسف على لا دون وري. أول إشي بدي أعتذر بالنسبة لعدم حضور المهندس منذر شبلاق بسبب أنتم بتعرفوا أنه هو من غزة وللأسف حاجز إيرز مسكر فما قدر يجي يكون معنا. وكأنا مدير عام سلطة مياه ومجاري بيت لحم ما عندي قدرة أني أوصل لغزة لأنه لازم يكون في عندي تصريح خاص لأوصل لهناك. ف
فما بقدر أنا أسوي البرزنتيشن تبعه لأني مش هحس بالمشاكل اللي هو مارق فيها في مشاكل الحرب اللي صارت آخر شيء على غزة. بس اليوم أنا بدي أبلش في موضوع عن محافظة بيت لحم. أنا بمثل Water Supply and Sewerage Authority in Bethlehem, والمشروع أو الموضوع اللي هحكي فيه هي Cost Recovery زي ما قال الأستاذ. وبدي أحكي لكم بيت لحم شو هي. بيت لحم أنتوا بتعرفوا كلكم هي يعني بتعتبر بيت لحم أول إشي منطقة فلسطينية في الضفة الغربية, وهي تقع 8 كيلومتر جنوب القدس, وهي تعتبر واحدة من المناطق اللي فيها الكالتشر تعتبر as a tourism place, touristic place, ولأنهم بتعرفوا أنه هي مهد السيد المسيح. بس عشان يكون عندكم معلومة, احنا تلاقي تقريبا 30 كيلومتر مربع محاطين بأسوار جدار عبارة عن 12 متر. وبيت لحم يعني مسجلة as a world heritage list عام 2012. بس انه فيها كمان تقريبا 5000 غرفة فندقية, فهي بس انا اشياء تتكل ضروري اني احكي لكم عنها, ان شاء الله بتقدر تزوروها. طبعا انتو زي ما قلت لكم مهد السيد المسيح. بدي احكي عن الووتر WSSA. هي عبارة عن WSS is a local government service type organization that provides water and sewerage services for approximately 100,000 inhabitants. طبعا احنا we are more than 190,000 inhabitants of five cities, mainly Bethlehem, Beit Sahur, Beit Jala, ودوحة والخضر, and six villages and three refugee camps. We have a huge refugee camp هناك, وهي عبارة عن دهيشة, عايدة والعزة. We consider as a medium-sized organization, consists of 90 employees موجودين عندنا. الووتر ريسورسز الموجودة عندنا بتتشكل من التالي. احنا يعني فعليا المفروض انه يوصلنا ما يقارب ل 12,000 كوب باليوم, واحنا عندنا ثلاث مصادر رئيسية زي ما انتم بتعرفوا. As a Palestinian Water Authority, and sorry for the translation, maybe I'm speaking English and Arabic together. As a Palestinian Water Authority, PWA source, we have 35% of the main supply. From the Israeli water company, Mikarot source, we have 62%. يعني تقريبا we are depending on Mikarot water supply. And from Hagihon, Jerusalem water source, this is from Jerusalem itself, we receive like 3% of the water amount. The average water consumption is 70 liter per capita per day. I don't want to say between 50 and 70, but I will be positive and optimistic to say that it is 70 liter per capita per day. Water network is موجودة عندنا. WSSA network was built in 1950s, long time. Before I've been born. Total length of network is 230 kilometers, deteriorated network, and the main transmission pipeline made of steel, and this is a problem, big problem. ليش مشكلتها انه الستيل, بتعرفوا الكوروسيفنس اللي بيصير نتيجة الصدى الموجود والمورتر الانسايد, كل ما كان المورتر صار في نشفان في السيمنت بيسبب تآكل السيمنت مورتر اللي موجود جوا. ليش أنا بحكي لكم تآكل؟ لأنه إحنا في عنا انترميشن للمي, تقريبا الدورة بتيجي كل بدي يعني 20 يوم ل30 يوم, ففي عنا داينس عالي ممكن إنه يسبب كوروسيفنس عالي, الووتر كواليتي حيقل طبعا زي ما أنتم بتعرفوا. فعشان هيك المفروض انه الايديا اللي احنا عملنا نشتغل فيها تغيير الخطوط الرئيسيه اللي في الستانلس ستيل او سوري الستانلس تو بي لايك داكتال ايرون بايبس فور ذا مين ترانسميشن لاين. ال ان ار دبليو 40%, هذا اتس ريفرنس. يعني احنا عندنا 40% فعليا بوصلنا 12,000 كوب از ان افريج. عندي خسائر 40%, يعني تقريبا انا بحكي على 9,000 كوب باليوم. قبل ال 95 كانت توصلنا كميات مي ما يقارب ال 18,000 كوب. بعد ما دخلت السلطه الفلسطينيه صار يوصلنا تقريبا 12,000 و 10,000 و 9,000, it depends يعني انا افريج 12,000.
بالنسبة للسوريج برضو إحنا نعطي سيرفيس للسوريج constructed في الناينتيز total length 200 كيلومتر divided into three parts. إحنا بنخدم تقريبا 60% من منطقة بيت لحم محافظة بيت لحم. هلأ بالنسبة للdischarging إحنا أول first part هو بالdischarge بالwest aquarium عنا by two Israeli treatment plant في عين كارم. The second part discharge في south pumping station with third part discharge water برضو في north pumping station. By the way, we are paying the treatment of that water, but we are not going to use or using this effluent as a reuse. البامبينج ستيشن الحالي الموجود عندنا the pumping stations now the south بتضخ تقريبا 2800 cubic meter per day and this will be discharged to the north pumping station so the total it will be discharged in Kedron Valley وادي النار طبعا ومنضخ تقريبا 5600 per day. هلا مش موجود عندنا ووتر تريتمنت للاسف يعني اني فلودنج بتصير في المضخات بتسبب مشكله الاوفر فلو بتنزل في الوديان بين الناس. عملنا من في عندنا دراسه استراتيجيه انه حنأسس ووتر تريتمنت بلان حتى انه نقدر يعني اذا ما قدرنا تو يوز از ريوز اوف ذا افلوينت على ليت تو بي ديسشارجد في